ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خذوا التوحيد والبراءة من الشرك وأهله من مناسك الحج وقصد البيت الحرام، أولها في دعاء إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبي من الأنبياء، رسول من رسل الله، من أولي العزم من الرسل، لاحظ في عمق الدعوة التي دعا: واجنبني، كأن بيني وبينها مخاصمة مجانبة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فحذر من الشرك على نفسه وعلى بنيه على أهله مع ظهور هذه المعصية أمامه وأمام بنيه الأصنام. هذا يدلك على خطورة الشرك ودواخله، وخاصة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الرياء، الرياء لأنه أدق ما يكون، وإلا فإن عموم الشرك أظهر. ألا ترون أن تكرار التحذير من الشرك في آيات الحج جاء وبيان التوحيد؟ إذن لنأخذ من دروسنا حال قصدنا للبيت الحرام أن يكون القلب حاضراً في الزيادة في توحيد الله. ونبيك صلى الله عليه وسلم لما أن لبى خالف المشركين فلم يلبك تلبيتهم، ولما أن أتى بعرفة لم يكن كحالهم، ولما أن أتى في مشاعره لم يكن كحالهم صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ليكون النبي صلى الله عليه وسلم ولتكون أمته في تميز في عقيدتها وفي توحيدها. حنفاء لله غير مشركين به، يؤخذ منها التحذير من خطورة الشرك، فإن قول الله حنفاء لله أي مالوا عن الشرك إلى الإيمان بالله يدلك على بعدهم عن الشرك، لكن قال غير مشركين به فأثمر التوكيد التحذيري من الشرك وتقرير ما يتعلق بالحنيفية السمحة. ولذلك في قول الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم.